سلام صحبتي الاعزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. توحشتكم بزاف 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 بزاف، ما تصوروش قداش، ولكن والله الا غير الظروف هاد الايام هادي هي اللي زعما مخلياني منهية عليكم وداكشي. لهذاك علاش لا من بعد هاد الغيبه هادي ندير لكم واحد الفلوغ. كنحس بالفلوغات دائما انهم كيجوني قراب، تنكون قريبه منكم، يعني اكيد كنوض نهضر على راحتي وعادي، يعني الفلوغات دائما كيكونوا شي حاجه قريبه. وصافي قلت علاش لا نشارك معكم اليوم. يلا دي داري المدرسه، جيت فطرت، بديت كنتفرج في واحد المسلسل ديالي، لانه اليوم قررت صافي ان شاء الله غنحاول نبقى نفيق بكري وما نرجعش نهائيا نعس. اليوم هو اول نهار اللي غنبدا هذا الروتين، غنبدا ان شاء الله ندير الرياضه، يا اما في الدار يا اما برا، باقي ما عرفتش. المهم بديت بعدا كنرتب شويه بحياتي، لان صراحه مؤخرا ترونت بزاف بزاف بزاف. عاودت لكم واحد جزء من روينتي، يعني بحياتي عاودتها لكم في الفيديو ديال فاش خليت قرايتي وداكشي، ودابا عاوتاني باقا شويه، يعني بغيت نورغانيزي راسي شويه باش الوقت يبقى يعطيني ندير بزاف ديال الحاجات وما نديرهمش وانا معصبه. وصافي كما قلت لكم اليوم صافي بقيتي كنتفرج مسلسل شويه وانا نقول عرفتي شنو غادي نوض نسجل فلوغ. المهم كما كتشوفوا شويه الكحل هبط ليا من هنايا، ماشي كحل، غير الماسكارا، لحقاش فاش كنمشي ندي دانيه كندير غير ماسكارا وصافي. ودرت الزيف عليا دغيا، درت عكافه وكنت غنوض نسجل البنات فلوغ، يشوفوني شحال هادي وانا غابر عليهم. وستسولوا عليا بزاف بزاف، شكرا البنات بزاف اللي كتسولوني في انستغرام. يلا وصلني دابا واحد كومونتير في الانستغرام. المهم كما قلت لكم بزاف منكم كتسولوا عليا، شكرا بزاف بزاف البنات اللي كتسولوا عليا عواطف فين غابر، عواطف فين غبرتي، عواطف فينك. والله البنات غير الظروف وصافي، يعني ما كرهتش نسجل لكم فيديوهات. اما لي فلوغ صراحه كما قلت لكم ماشي دائما نجي هكا نريح لكم هنا ونبقى نهضر لكم، تجيني بحال اللي غتقنطوا معايا. انا اكيد كيعجبني نهضر معاكم ونجمع معاكم، ولكن كنحس بحال اللي كنقول ياك ما كنكثر عليهم البلا بلا وداكشي كيضروا راسهم، لهذا الفلوغات كنخليهم مره مره وصافي. واليوم غادي كما قلت لكم دي الدنيا مدرسه، جيت فطرت، شتي انا بديت كنعاود في الهضره. وهاد الايام هادي كنت قديت شي حاجات من بريمور، بزاف كتسولوني على بريمور البنات. بريمور انا كنتقدا اغلبيه المرات اونلاين، خديت شي حاجات من عندهم. بالنسبه للانفيو البنات راه الا في 20 اورو ما كتخلصوش الانفيو، لهذا راه تاخذوا من عندهم اي حاجه خذوها اونلاين الا كانت بعيده عليكم. ولهذا كنسالي البروتكسيون سولار، قلت علاش لا غندخل. اكيد ملي كندخل اونلاين ما يمكنش نهز البروتكسيون سولار، خصني نهز حاجات اخرين. المهم زيت حاجات وقلت علاش لا غنشاركهم معكم، راه وصلوني دابا 3 ايام هادي ولا ما عرفتش شحال. هزيتهم استعملتهم وخديت الكرتونه باش نتفكر اشنو خديت ونوريه لكم. وعاود خديت شي حاجه من مي ريبوتيكا، شي كلشي اللي غنوريكم دابا خديته زعما شريته ماشي توصلت به، لانه كاين حوايج اللي جربتهم وعجبوني بزاف، وكاين حاجات اللي كنستعملهم ديما حتى شريتهم. وصافي انا غنوريكم دابا كلشي داكشي اللي شريت. وصافي ديك الساعه نوض ما عرفتش نشوف ندير شي حاجه ونجمع شويه الدار. وديك الساعه باش كيما قلت لكم بديت ما نبقاش نرجع نعس، هذيك بدايه هذا هو اول نهار. ان شاء الله ملي غادي نبدا نقرر من سبور بغيت نبدا ندير، واش سبور في الدار ولا على برا ولا اش من نوع من سبور بغيت نبقى ندير، اكيد نشارك معكم وغنقول لكم تجربتي. اصلا حسيت براسي غلاضيت شويه وبغيت نضعف، يعني يقدر يبان لكم وجهي ما كنبانش غليظه كيف ما كتشوفوا كتافي وداكشي، ولكن سي انا بغا نحيد مثلا الكرش عندي، باقا عندي شويه بغيت نحيدها نهائيا. الصيف قرب كنقول بسوق ومجات هكا خفافين وداكشي، وصراحه الكرش لا طليق ولا طليق بذلك. وصافي البنات دابا غنوريكم شنو هما الحاجات اللي شريت. بحال سجلت لكم فيديو نيت الانستغرام باش نحط لكم هادشي كما كتشوفوا، نجربت شي حاجات ونخليكم تشوفوا دابا الفيديو ديال، نخليكم زعما تشوفوا شنو هادشي اللي خديت من بريمور من ريبوتيكا ومن بعد نتشاوفوا. اول حاجه غنوريكم شنو خديت، البنات من بريمور. يعني انا بريمور صراحه واحد السيت اللي كيعجبني نتقدم منه اونلاين ولا من المحل، ولكن صراحه شحال من حاجه كنبغيها وبعيده عليا المحل، لهذا ما كنمشيش، وملي كتخصني شي حاجه كناخذها من عندهم اونلاين. المهم اول حاجه خديتها من عندهم البنات هو هذا الماسك هذا ديال الرجلين، هذا الماسك هذا بالنسبه اللي عنده رجلين مثلا في البلاصه قاصحين وهذا بغى يتهلا في رجلاتو، كاين هذا الماسك يمكن لدير 2 اورو، هو من هذا لامارك هذه، شفتو كيجيو على شكل تقاشر كتلبسوهم وكتخليهم كل 25 دقيقه ولا ما نعرف يمكن كانت 25 لا من 45 حتى 60 دقيقه عندنا كتشوفوا. وقلت علاش لا غنجربوا، لحقاش اللي كنشوف زعما دائما كنلقى في امازون داكشي دايرين 9 اورو 10 اورو، لهذا خديت هذا نجربوا اللي كان زوين راني غنقولها لكم ان شاء الله. خديت من عندهم البنات هذه البروتكسيون هذه ديال الشمس، خديت هذه المره ما خديتش لي مولفه كناخذ، انا كناخذ دائما ديال اللي خاصه بالبشره الدهنيه، وهذه المره خديت لي خاصه بالبشره الحساسه بغيت نجربها. ساعه ما عجبتنيش التكستوره ديالها لحقاش جربتها اكيد جاتني بحال اللي كتبقى مزيته، المهم ما عرفتش ما عجبتنيش وجاتني بحال اللي خفيفه. لهذا المره الجايه غناخذ ديالتي اللي مولفه كناخذها، نتوما شفتوا
ما عرفش يعني كاين حتى بحال نيت هاد الفورماتو هذا ديال البشره الدهنيه، مي هذه كتبقى مزيته من بعد صراحه كنشربها كيشربها وجهي غير وكان ما عجبتنيش هاد التكستوره الصراحه ديالها. المهم اللي زوين فيها هو انها ما كتبقاش بيضه، وداكشي كاين اللي ما كيعجبوش يبقى ليه وجه بيض وداكشي راه ما كتبقاش بيضه. خديت البنات عندهم هاد لاباليت اللي اكيد ما قدرتش نصبر نجربها، كانت دايره يمكن واش 3 اورو ولا ما نعرف 4 اورو كتجي بحال هكا. هادي ديال هاد لا مارك هادي دبليو في 7. بالنسبه للبروتكسيون سولار البنات كنصحكم تاخذوهم ديما من بريمور، كيكونوا رخاصين مقارنه مع الفارماسيا. المهم خديتها فيها هاد اللوينات هادو، فيها هادو فيهم كلهم بريو هادو، وجاو اللي فيها ماتي هي هادي وهادي وهادي، ولكن هادي فيها شويه ديال البريو، اما كلهم فيهم البريو هنا كتشوف. بغيت نجربها لحقاش هاد الالوان هادو كيعجبوني، كنت نجربها الثمن ديالها رخيص. وخديت هاد جوج عكوره هادي من هاد لامارك اللي حقاش فيت، اللي خديت واحد وعجبني ديال ويتن والد، ويتن والد ولا ما نعرف المهم انتما كتشوفوا السميه خصكم معناش مع الانجليزيه. وخديت نيت هادو يعني هاد جوج شلون متشابهين ولكن ماشي بحال بحال، ندير لكم اليوم الصواش ديالهم. عندي لكم ديال هذا، هذا البنات شحال الريفيرونس ديالو، ها هي شوفوا هانتوما علاش ديرو سكرين، انا نوريكم اللون كيفاش كيجي. كيجي بحال واحد الكرونه شفتو، وهذا وهذا هو اللون ديال هذا، جا على بحال واحد الغوز ولكن غامق شفتو، انا كيحمقني هذا اللون هذا. شي قرب لكم نشوف لكم مزيان اللوينات هانتوما شفتو. وهادو البنات لا دايرين يمكن 4 اورو فاصله شي حاجه ولا 3 اورو فاصله شي حاجه، صراحه ماشي غاليين، وكما قلت لكم راه هاد الماركه هادي. اكيد كنصيفط لك ديما اللي كيعجبني في صراحه السيرفيس ديال اونلاين، انهم دائما كيصيفطوا لك شي ديتاي، يا اما هاد المره ما صيفطوا لي حتى شي حاجه، نورمالمون انت كيصيفطوا لك مويسترا ولا ديال شي بارفا ولا شي حاجه، هاد المره صيفطوا غير هادو، وديما كيصيفطوا هادو ديال حخاريبو. واحد الحاجه البنات هو انه تماك صراحه في المحل ديك المره خديت يمكن شي 50 اورو اللي خديت عندهم، ما عطاوني حتى شي مويسترا ديال بارفا، وشي مرات كيكون شي وحدين خدامين كيديروا خدمتهم كيعطيوك مويسترات، وصراحه فاش كتفوتي 30 اورو ولا هكا المهم كتقدم عندهم بزاف الحاجات راه خصهم يعطيوكم مويسترات ديال الكريمات ولا ديال البارفان، ولكن شي وحدين ما كيديروش خدمتهم. لهذا الصراحه وليت كنفضل ناخذ اونلاين، لانه ماشي على هذا الشيء ولا لانه كيكون خصوصا باش كتصيفط لكم مويسترات ديال لي بارفان ولا ديال الكريمات كتجربيهم، يعني شي حاجه زوينه. هاد المره الصراحه خسرت هذا الشيء كلشي، يمكن كان شي 30 اورو ما خسرتش بزاف ديال الفلوس، اما فاش كناخذ 50 اورو ولا هذا ديما كيصيفطوا ليا يعني مويسترات ديال لي بارفان ولا ديال الكريمات. البنات هادشي اللي خديت من بريمور، دابا غنوريكم شنو خديت من عقلتو. قلت لكم على واحد الشامبو اللي عجبني بزاف، كنت كانوا صيفطوه ليا ماشي خديتو، هادشي البنات اللي كنوريكم شاريها بفلوس يعني ماشي توصلت به، ديما فاش كنقول لكم فاش كنقول لكم توصلت راه توصلت ريغالو يعني كادو، وفاش كنشريو راه كنقول لكم شريت. المهم كانوا صيفطوا لي هاد من ريبوتيكا واحد الشامبو ديالهم البنات اللي حمقني، ومن بعد ما سال ليا اكيد لحقاش هما كيقترحوا عليك واش بغيتي نصيفطوا لك مثلا هذا البرودوي تجربيه وتقولي يعني رايك الصريح عليه، صافي يعني ما اكيد ما صيفطوش لك مره اخرى من غير ما كانت عاوتاني شي كولابوراسيون ولا شي حاجه، ولا كيصيفطوا لك شي برودوي اخر تجربيه. ومن جرب صراحه الشامبو البنات حمقني وسال ليا اكيد غير سال ليا مشيت خديت واحد اخر اللي هو هذا، انا غنوريه لكم مزيان. المهم صيفطوا لي الكتالوج اللي فيهم عندهم بزاف ديال الحاجات البنات، عندهم زيت اللوز، عندهم المهم عندهم بزاف ديال الحاجات انتما كتشوفوا داكشي كلشي طبيعي، غنجرب من عندهم بزاف ديال الحاجات غناخذهم صراحه لحقاش عجبوني لي برودوي ديالهم. غناخذ من عندهم شامبو دانيا، ها هما ديال الوليدات الصغار، عندهم الصابون ديال الوجه، عندهم كلشي في البلاصه كاع ديال الوليدات الصغار. المهم عندهم بزاف ديال الحاجات وصيفطوا لي هذا الكتالوج معاه مع الشامبو، يعني كما قلت لكم هادشي دابا بحال كيصيفطوا لكليانه عاديه ما كيتعطلوش من صيفطين ثلاثه ايام، كلشي كيجي هادي كيما صيفطوا ليا كانا كيوتيوبر صيفطوا ليا ككليانه، يعني اكيد هما ما عارفينش واش انا هي اليوتيوبر اللي تعاملوا معاها لاني كنتقدم بايميل اخر، لهذا كيما قلت لكم معاملات مع كليانه بحال مع يوتيوبر ما كاينش شي فرق. صيفطوا هادشي في هاد الخميسه، صيفطوا ليا هذا كادو معاهم، يعني ما عرفتش كيديروا بحال هاد الديتايز ملي كتاخذي من عندهم شي حاجه كادوك شي حاجه كادو ما عرفتش صراحه. المهم هاد الجيل هذا خرجوا ايديسيون ديال عيد الحب، صيفطوا ليا والريحه ديالو كتحمق
عرفتي يعني هما الشريحه ديالو كتحمق البنات. المهم عقلتو على هذه هي هذه كانوا صيفطوها ليا بمناسبه عيد الحب، هي اللي دايره في الصالون. عرفتي البنات الريحه ديالها كتحمق، راني كنت وريتها لكم في الفيديو ديال الفيديو اللي وريتكم ديال عيد زواجنا، فاش وجدت مائده لعيد زواجنا غتلقوه في يوتيوب. وكانوا صيفطوا لي هذه كما قلت لكم ها نتوما، راه بدات يعني بدا كيبان الفرق. ومن نهار وريتها لكم وانا مخليها كمفتوحه وحطها في الصالون، عرفتي ريحتها كتحمق كتحمق البنات. وصافي قلت لكم البنات، وهذا هو اللي خديت شامبو. كاين عندهم هذا وكاين واحد في هذه البلاصه هذه بالزرق، هذاك شويه غالي ولكن انا اللي جربت هو هذا الصراحه البنات. عرفتي اقسم بالله زعما واخا ما تلوش حلوف، لا عرفتي واعر واعر. عرفتي علاش؟ لانه بلاصه البلايص اللي عندي خاويين شعري عمروا ليا، يعني بداو كيعمروا شعري طوال ولا قوي، يعني لاحظت الفرق صراحه، تلاحظوا الفرق. شعري ولا فيه البريو، يعني ملي كنصاوبو كيبان كيبري. المهم عرفتي حمقنا الريزولتا ديالو، لهذا مشيت شريتو البنات. وصافي هذا كما كتشوفوا البنات، هذا واحد الشامبو باكستراكتوز ديال البصله، يعني مصاوب بالبصله. نشوف ها مكتوب بالعربيه، يعني انا خديتوه راه غتلقاو كلشي التفاصيل بالعربيه، يعني هي ما كيتستاوش في الحيوانات. واللي عجبني فيه كما قلت لكم انه هو داير 13 اورو ولكن راه فيه 500 مل، يعني راه فيه سيترو الا كنتو كتغسلوه بوحدكم راه غيدير لكم واحد المده معقوله. وواحد الحاجه ثاني هو انه واخا مصاوب بالبصله ما فيهش ريحه البصله، هادشي اللي كيعجبني بيه انا، لانه كاين شامبوز اللي كيكونوا مصاوبين بالبصله وفيهم ريحه البصله، وانا اكيد ما كنحبش ريحه البصله وحتى واحد ما كيحملش ريحه البصله. لهذا واخا هو مصاوب بالبصله ما كاينش فيه ريحه البصله، ملي كتشمو كتشمو فيه بحال ريحه حبل الملوك ستريسا البنات، ولكن هذيك ستريسا ما كتبقاش في الشعر، زعما الريحه هي زوينه ديالو ولكن ديك الريحه ديالو كتبقى خفيفه في الشعر، يعني ريحه حبل الملوك. بالحق لي المهم هو انه مثلا ريحه البصله ما كتبقاش في الشعر وما كاينش كاع في الشعر، هادشي اللي عجبني فيه. وكما قلت لكم وكيدير يعني فعال، لهذا نتوما كتشوفوا يعني احسن حاجه هو انك يعني نقدر نقولها لكم هو اني عاود شريته يعني بلا ما نفكر. وصافي وخلصت على الانفيو يمكن 2 اورو ولا شي حاجه، المهم خلصت 15 اورو في التوتال، هو داير 13 وخلصت 15 اورو في التوتال، يعني الانفيو كلشي. وصافي بصراحه كما قلت لكم كيوصل دغيا، وبانوا لي بزاف ديال الحاجات اللي كندخلهم. انا غنخلي لكم اللين ديالهم ان شاء الله في ستوري. ملي كتدخلوا عندهم عندهم بزاف ديال الحاجات، عندهم جيل الاولايفيرا، عندهم بزاف ديال الحاجات. بصراحه الاثمنه راه ماشي غاليين مقارنه مع لي سيت اللي كيبيعوا هادشي طبيعي. وصافي كنت نشارك معكم هادشي باش تعرفوا حتى نتوما شنو كاين وداكشي. وصافي وكما قلت لكم ها نتوما الكرتونات تصيفطوا فيها هذه ديال الخلاص باش خلصتي، وكنصيفطوا لي حتى هذه زعما معاهم بحال البنات اللي كيسافروا بغيتوا هاد مثلا هاد هادو اللي كيجيو صغارين تما كيبيعوهم، بحال كيبيعوا الشامبو والكريمه ديالو وداكشي ولا الكريمات ديال الجسم. المهم كيبيعوا داكشي باش اللي بغى يسافر في الطياره ولا شي حاجه. وصافي البنات هادشي هو اللي خديت كيف ما شفتوا في الفيديو. العكوره رائعين كما كتشوفوا، عندي واحد شويه هنا بحال واحد اللون، هذا هو العكر اللي وريتكم، هذا اللي داير بحال لي غوز، درت منه شويه هنايا وصافي. عرفتي رائعين رائعين كيبقاو في الفم، هادشي اللي عجبني فيهم. لحقاش فايت لي جربت واحد منهم وخديت دابا هاد جوج الالوان. اش بغيت نقول لكم اليوم البنات الغداء، البارح صاوبت همبرغيسات ديال الدجاج، صاوبتهم يعني باش نديرهم في الكونجيلاتور، دابا نوريهم لكم ان شاء الله. دابا تشوفوا كيف جاو، درتهم في الكونجيلاتور، نوريكم الطريقه كيف جرتهم باش يتلجوا، ومن بعد نديرهم في السوبيرو ونخليهم في الثلاجه، يعني نخليهم في المجمد وقتاش ما بغيت نجبد. دابا نوريهم لكم الا شفتكم عجبكم يعني كيفاش جاو داكشي، اكيد ما تقدروش تذوقوهم ولكن انا نوريهم لكم يعني من الشكل وداكشي. الا شفتوهم يعني في التعليق عجبكم يعني هادو هاد الهمبرغيسات ولا هاد ديال الدجاج اللي غنوريكم، قولوا لي في التعليق وان شاء الله نشاركهم معكم الطريقه كيف صاوبتهم. يعني ادي اول مره نصاوبهم زعما انا في الدار، ديما كناخذهم عند الجزار واجدين، ولكن قلبت في الانترنت على واحد الطريقه وعجبتني بزاف بزاف، كتجي زوينه وكيجي ولدي هادي. لحقاش اصلا طيبت منهم البارح وداكشي اللي بقى درتو في المجمد كيف ما قلت لكم باش نشوف كيفاش غادي يجي. وهذا غنوريهم لكم، اللي عجبكم ما تنساوش تقولوها لي في التعاليق وان شاء الله نشارك معكم الطريقه. اما المذاق ما عندي ما نقول، كيجي ولدي هادي لدادي بزاف وكيعجبوا الوليدات الصغار وهذا وداكشي راكم عارفين. وصافي دابا نخليكم نمشي نشوف شنو غادي ندير، نمشي بعد هادوك الهمبرغيسات نقادهم في بلاصتهم ونديرهم نرجعهم للمجمد ونشوف ديك الساعه شنو غندير. المهم باقي ليا الوقت بزاف باش نمشي زعما نجيب دانيا، غنشوف نقدي شي حاجات. المهم نشوف ديك الساعه نخدم، نجاوب بزاف ديال البنات كيسولوني على الشيلان ونوجد لي كوموند اللي نقدر نوجدهم على حساب غدا، نقص عليا شويه الخدمه باش من هنا للعشيه عاوتاني جاتني شي كوموند تلقاني حيدت عليا هادو اللي جاوني في الصباح. صافي هادشي اللي غادي ندير البنات اليوم. نتوما شنو درتو اليوم؟ شنو خملتو؟ شقيتو؟ صبحتو ناعسين؟ رجعتو نعستو؟ مديتو ولادكم مدرسه؟ ما رجعتوش؟ كلي بحالك كلي بحالي. يعني انا صراحه كنت كنرجع الناس ملي كنت كندير دانيا لاني كنسهر بالليل، اغلبيه المرات انا كنخدم بالليل، يعني عندي مونتاج كنخليه الليل، عندي لي كوموند كنوجدهم بالليل. كيعجبني ملي كتكون دانيا ناعسه نقضي الشغالات. بالحق دابا قررت قلت علاش لا، نمشي بنتي تنعس، نمشي حتى انا ننعس
ومنين الدنيا تكون في المدرسه نخدم حنا داكشي اللي بغيت نبدا ندير. هذا قولوا لي في التعليق واش كاين حتى نتوما تديروا هذا الشيء، يعني كديو ولادكم ترجعوا تنعسوا ولا اش كتقضيو الشغالات حتى الليل وكتنعسوا بكري؟ بغيت نعرف شحال ديال البنات نعاسه كيرجعوا ينعسوا يعني ملي كيديو وليداتهم، وشحال البنات اللي زعما كيفضلوا ينعسوا بكري وما كيرجعوش ينعسوا في الصباح. يلا قولوا لي في التعليق باش ونسوني بعدا نحس براسي ما كنتش كندير شي حاجه خايبه. والله مؤخرا البنات وليت وصلت مكره راسي كنقول على هادشي اللي كندير، علاش كنرجع الناس علاش؟ ولكن نورمال ما كنعس حتى ثلاثة وشي حاجه وانا خدامه نورمال يعني نرجع الناس. لهذا بغيت نبدل دابا الروتين ان شاء الله، يعني ماشي ديما البنات زعما كنرجع الناس ملي كيكون عندي شغالات اكيد ما كنرجعش. لهذا فاش كنرجع الناس كتكون ديني مدرسه رجي خدام كنقول اشنو غادي نبقى ندير، نمشي نعس وبالليل نخدم، كنفضل نخدم بالليل بحق. دابا صافي غنسالي مع هاد الروينه هذه، الخدمه خصها تكون في الصباح من حتى انا محتاجه الفيتامين دي، محتاجه الطاقه ديال الصباح. صراحه ما كاينش بحالها اصلا، تخلقنا باش نعسو بالليل ونفيقو الصباح، وانا قلبت وليت غادي وكنقلب نولي نفيق بالليل ونعسو الصباح. لهذا صافي حطيت حد لهذا الشيء، كنتمنى نقدر نكمل على هذا الروتين. وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله مره نسجل لكم لي فلوغ وتشوفوا كل شيء. هادو البنات هما الهمبرغرات اللي قلت لكم شفتو صاوبتهم البارح، كيجي كندير لهم كنديروا لهم الخبز المحمص وفي على زعما الكفته ديال الدجاج كتزيدوا على بزاف ديال الحاجات. ان شاء الله الا كنتو مهتمين بلا ما ندير فيديو زعما غير هكاك وصافي، الا كنتو مهتمين شاركوا معكم شي بلوك سينو نو. المهم دابا من بعد ما تلجوا كيف ما كتشوفوا نقدروا نديرهم هكا يعني وحده فوق وحده فشي سوبيره ونديرهم في المجمد. وصراحه بعدا انا جربناهم حنا البارح، عجبو دنيا عجبو راجلي عجبوني، جاوا لذادين وكيجيو زعما ساهلين، خصوصا اللي حضرناهم درناهم في المجمد. وقتاش ما تهيتو هكا الهامبرغر ديروها بالدجاج بالنسبه لما عندوش مع اللحم بزاف. ما البنات قررت نديرهم في بلاستيك احسن لانه السوبيره كتشد بزاف لسباس في المجمد. كما كتشوفوا دابا كيبقاو مفلوقين، يعني الا بغيتو ديروا غير وحده جوج اللي بغيتو تقدروا تهزوهم، يعني من بعد ما كنتلجوهم مفرقين كيجيو زعما ساهلين صافي ساهلين زعما في الاستعمال، تقدروا تجيبوا غير وحده بوحده. صافي دابا غنديروا في المجمد. يلاه هذيك الساعه خليو ليا في التعليق لابتو نوريكم حداقتي كيفاش صاوبتهم نشارك معكم ان شاء الله نيت منين نسالي هادو نسجل لكم فلوق كيفاش غنصاوب الاخرين. بنات مقبلين وانا خدامه فهادشي كنشوف الكوليكسيون جديده شمن الالوان غيدخلوا فيها وكنشوف شمن الالوان بقاو، لحقاش بزاف ديال البنات تسولوني زعما شمن الالوان كاينين باش ياخذوهم، لحقاش الالوان كيبغيو ما كيلقاوهمش كيسولوني شمن الالوان، وانت كنشوف زعما شمن الالوان كاينين باش نصيفط لهم تصاور نقول لهم زعما هادو هما اللي يقدروا يلقاو في السطوك وداكشي، ما عرفت انا شنو باقي وشنو ما كاينش وداكشي وصافي. ولكن قريبا غادي يدخل الالوان ان شاء الله ما بقى والو، اكيد راه دائما كنعلمكم في ستوري فاش كيكون جديد. دابا غنمشي نجيب دانيا اللي يقدروا يكونوا يا مجدادات يا ماشي حاجه. انا البنات عندي واحد لاباج ديال انستغرام اللي سميتها دانيا شوب وكنبيع فيها الشيران ديال المسلين وحتى انواع اخرين، غير كان ديال المسلين هما اللي غادي يكونوا زعما ان شاء الله دائما، والاخرين مره نجيب لكم الانواع ديال المناسبات وداكشي، ونقدر ندخل ان شاء الله نقدر ندخل حاجات اخرين ان شاء الله الا كانت حاجه غادي تشوفوها وصافي. لهذا كنوريكم هذا هو النوع ديال المسلين، يعني من التوب ديال زعما الجوده ديالو زوينه، كاين بزاف ديال الالوان وصافي. دابا وريتكم هاد الالوان الحقاش هما اللي على يدي. البنات ماشي تنجري نجيب دانيا. اش لبست اليوم؟ لبست في الصباح هي اللي بقيت لابسه ما بدلتش اليوم، عنديش الوقت صراحه. غادي شويه مع طلع دانيا كيبقى محل في الباب، فين نجيبها ديك الساعه نمشي ندوش ليها ونوجد العشاء، بقى عندي بزاف ما ندير اليوم. قول سلام، قول سلام. سلام شحال العشاء؟ المهم بنات ما رشقاش ليها، اجي حدايا الطوموبيل الطوموبيل. دانيا دانيا قولي صحه البنات. البنات عطاوهم هاد المونه هادي مع هاد الشوكولاط هذا، قال لك على حسب زعما خوابيس ديال الكرنفال، هو الكرنفال حتى الخوابيس الماجي، ولكن عطاوهم هادو في الكومادور وقالت لك لحقاش الخميس الجاي غيديروا بحال قلتو اسميتها البسكوتشا كيكا كيكا كيديروها في الشوكولاط، الشوكولاط يعني سخون. واش الدار ماما تاكليه دنيا بغات تاكلي دابا تحت تمشي للدمص العيديه. نقول لك كتلعبي يا دنيا ماما صلاه ورا سمانوس نغسلوا يدينا دنيا الا ما غسلتيش يديك ما نعطيكش الشوكولاتي كيتا لا مانو داي كيتا لا مانو داي كتشوفني ندير الكاميرا كدير هكاك باش ما نصوراش يا ستا. يلا بنات نمشي نعطي هادي الكوتي دوس يلا كوري كوري مين انا سبقتك ها ها انا سبقتك دنيا باش ما نهزهاش كندير هاد اللعبه يلا احسب 3 كوري كوري انا سبقتك 4
اي 5 برافو دابا نمشي كوريين دو كازا فالي نشوف شكون اللي سبق صافي يدري بغات الشوكولات عرفتي يلا 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 دابا انت كنت مشي انا وياها كتكون باقا صغيره بحال يعني صغيره بحال هكا وكنتفكر فاش كانت بيبي وكنقول دابا يجي واحد المره نكون انا وياها غتمشي حدايا بحال يعني مرا كما دابا انا حدا ماما سبحان الله الله يخليهم لينا يا رب يخلينا والدينا ووليداتنا علاش حكيتي كامل صافي غتوسخي حوايجك استريكو المهم بنات انا جينا كما حنا جينا كما شفتوا دابا كان غنسالي فلوق هنا علاش لحقاش اول حاجه غيجي طويل لانه عارض الهول اللي وريتكم يمكن فيه شي 10 دقائق كيعجبني نشرح لكم داكشي مزيان باش بغيتو تشريو تكون عندكم فكره ماشي غنبقى نوريكم صافي سينو باش تعرفوا واش الحاجه مزيانه واش لا واش عجبتني واش لا وديك الساعه تخدموا تشوفوا على داك الاساس شنو بغيتو وصافي كما قلت لكم دابا باقي لي ندوش هاد الخوينزه ندير العشاء نجمع شويه الدار لحقاش من الصباح كما قلت لكم بقيت كنخدم وداكشي وصافي لهذا كنظن نحبس البلوك هنا واكيد الا كان كيعجبكم بحال الشكل ديال البلوكات نبقى نديرهم لكم مره علاش لا لهذا ما تنساوش لك تعز عليكم ديروا لايك ما تخسروا والو ديروا لايكي عارفه بزاف ديال البنات تقول لي عواطف راك عزيزه علينا وكلشي والله الله يسامحني انا نسيت ما درتش لايك ما تنساوش لك تعز عليكم دعموني بلي لايك وفرحوني يلا شجعوني انا اصلا هاد الايام ما عنديش كاع نحط لكم فيديوهات ولا نسجل فيديوهات لهذا الا شجعتوني نقدر نفرح نقول البنات راه متحمسين باغيين نحط الفيديوهات ونوض نحطهم ديك الساعه بزز مني يلا حبيباتي تهلاو ليا فراسكم نتلاقى في فيديو ماشي ان شاء الله دنيا قولي باي باي دنيا قولي باي باي عطيهم شويه الشوكولات يا بدوقكم شتي هي عطيهم لي هما عطي البنات المهم يلا بسلامة عليكم اشنو بتعطيهم شتو دنيا سخية عطيتكم شوكولاتي قولي ما دنيا ديروا لايك قولي ديروا لايك قولي لايك المهم بنات هلا فراسكم مسخيتش بكم ولكن اختكم غتبدا دابا الماراطون ديال الدار جميع والروينه وداكشي راكم عارفين سلامة وبوسه كبيره لكم بتشوفوا هاد العكوره تقول عواطف ما خدوتيش يديك ولا ما شقيتي وما درتي والو راه كنشقاو كلشي غير وكان هاد العكور ما كيحيدوش كما كتشوفوا هذا اللي بحال لي روسا بدا كيحيد ولكن الاخر لا تيبقاو مات يعني كيبقاو لاصق لاصقين صراحه واعر راه واحد فيهم هو اللي دايره اليوم هو اللي درت زعني قبيله وداكشي بقى ليا في امي وصافي يلا بالسلامه عليكم